أعزائي مشاهدي قناة المعرفة، مرحبا بكم. سنتحدث اليوم عن معنى اسم من الأسماء الجميلة. معنى اسم أنس. اسم أنس هو اسم مذكر قديم من أيام الصحابة والتابعين للرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو اسم عربي الأصل، ويعني الونس والألفة من الوحش والاستئناس، أي الرفيق الذي يذهب الوحش ويطمئن له القلب ويسعد النفس بصحبته. وشاع الرجوع إلى التسمية باسم أنس في السنوات القليلة الماضية. حكم التسمية باسم أنس في الإسلام. اسم أنس هو من أصل عربي، أي له مرجعية عربية وله معاني ودلالات في معاجم اللغة العربية، كما أنه من أسماء صحابة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، مثل الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذا دليل على أن الاسم يجوز التسمية به في الإسلام، رغم أنه لم يذكر في آيات القرآن الكريم، ولكن كل معانيه توحي بالرقي والجمال. صفات حامل اسم أنس. إنسان طموح وذكي ويبحث عن السعادة في كل شيء حتى في حياته العملية. شخص حنون إلى أبعد الحدود، يعطف على الفقراء ويقدم العون للمحتاجين. يحب السفر الطويل ويجد في السفر مخرجا من همومه وكل ما تضيق به نفسه. إنسان محب لعائلته ويحب جدا الجو الأسري ويسعى إليه ثم يحافظ عليه بكل ما يملك. له الكثير من الهوايات، منها كتابة القصص القصيرة والقراءة والاستماع إلى الموسيقى الأجنبية. يعشق البحر والهدوء والانفراد بنفسه مع جمال الطبيعة. هل تجد هذه الصفات تتطابق مع من يسمى باسم أنس؟ وما هو الاسم الذي تريدون أن نكتب لكم عنه في المرة القادمة؟ شاركونا بتعليقاتكم. دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.